أنا مقفلة 20 سنة، ما السبب؟ ومن هو السبب في تأخر رحلة لوفي؟ وش استفدنا من تدريب لوفي مع ريلي؟ أسئلة كثيرة راح نجاوبها في الحلقة، خلك معنا. بكل إثارتي والمتعة والتشويق، نعم اجتمعنا لنعرف سر الطريق. السلام عليكم، ورجعنا لكم مع ومضات ون بيس. وهالمرة راح يكون الومضات عن وانو. إذا أنت جديد على السلسلة راح تشوف قائمة التشغيل هذه ومضات ون بيس، نتكلم فيها عن أشياء صارت في الماضي وأشياء تصير الحين، نقنبها أشياء ممكن تصير في المستقبل. تقدر تقول تحليلات مدموجة مع نظريات أطروحات وما إلى ذلك. أيضا عادة كنا نتكلم عن أشخاص، هالمرة راح نتكلم عن مجموعة من الأحداث وبعض الأشخاص وكلها لها علاقة بوان. في الحلقة 959 أودن قال جملة خيالية. الجملة هذه عبارة عن الغاز أو رؤوس أقلام نستنبط منها أحداث فاتت وأحداث قاعدة تصير وأحداث بتصير. الكلمة الأولى اللي قالها أودن: أنا الآن عرفت لماذا وانو مغلقة. هذا الكلام قاله أودن قبل أكثر من 24 سنة أعتقد، أو 25 سنة من الأحداث الحالية. طبعا بناء على هالشيء احنا عرفنا أن أودن وروجر راحوا إلى الجزيرة الأخيرة اللي هي رافتل، وهناك عطوا الون بيس. بكلمة أودن هذه نكتشف أنهم اكتشفوا حقيقة القرن الغابر قبل لا يوصلون إلى رافتل، وأن هدفهم من رافتل هو إما وضع الون بيس هناك أو أن إيجاد الون بيس في رافتل، بس يحددون الوجهة للجيل القادم. اللي يدلنا على هالشيء أكثر رحلة روجر، جاء فيها أن قابل الشيكي وقال له الشيكي قبل لا يلقب روجر بملك القراصنة: أنت لديك السلاح الأعظم أو الأقوى أو المدمر، انضم لي. وصارت المعركة بينهم، وهالشيء أعتقد جاء في فيلم ون بيس اللي هو الأسد الذهبي. اكتشفنا بعدين أن الشيكي من طاقم روكس، يعني شيء مهو بسيط، وتفوق عليه روجر. فروجر من الومضات هذه أو الخيوط هذه اللي مأخوذة من الماضي نتأكد من حقيقة رقم واحد: هل روجر اكتشف حقيقة العالم القرن الغابر والون بيس الثلاثة هذول في رافتل أم قبل؟ هنا نتأكد أن اكتشافهم قبل. الون بيس عبارة عن ثلاث أشياء زي ما شرحها روجر، هو المال القوة والمجد، جمعوا في شيء واحد وترك في رافتل. والحين عندنا ثلاث ألغاز اللي هي حقيقة القرن الغابر، السلاح الأعظم، ومكان رافتل. فثلاث أشياء جمعها روجر في قطعة واحدة في مكان واحد يمثلون القوة والمجد والمال. سؤال أودا من قبل مؤلف ون بيس: هل ستكون الون بيس أو الكنز اللي راح يستفيدها الطاقم هو الصداقة ودروس الرحلة هذه؟ فكثير تقعنا ون بيس كنز غير مادي. قال أودا: لا، بل هو كنز مادي، وكل شخص الطاقم سيجد ما يعوضه عناء هذه الرحلة. وأيضا روجر، لما نرجع هنا في الماضي كذا الومضات، اني اعطيك ومضة فلاش من الماضي بعدين اقولها بشيء قاعد يصير. روجر في الماضي قال للوايت بيرد: هل تريد ان تعرف ان خبأت كنوزي اعطيك اياها؟ قال لها الوايت بيرد: لا، لا يهمني ذلك تماما. مما يعني مو هو بدرس بتعطيني اياه في الحياة، انا اخذت دروس الحياة كلها كوايت بيرد، اسست الاسرة، اسست المجد حقي، اسست كل شيء. إذا أنت عندك شيء تعرضه علي، مش هو دروس الحياة. فهنا نتأكد أن الون بيس هو شيء مادي، وهذا كلام أودن يأكد لنا أن تم العثور على الألغاز هذه وحلولها قبل الوصول إلى رافتل. ليه؟ لأن قبل لا يوصلون إلى رافتل، نرجع الحين برضو في الأحداث الحالية، شفنا في فلاش باك بيدو أن روجر مر عليه وقال: لا تذهب معي إلى نهاية الرحلة، انتظر هنا فجر العالم. وهالكلام قاله البيدو لأنه يحضر هالشيء بيصير قدام. وأيضا أودن على السفينة قال أنه رايح الوانو، ليه؟ أساس يورث العزيمة، وأنه رايح الحين الوانو بعد ما فهم الحقيقة، والعزيمة هذه اللي راح تظهر بعد أكثر من 20 سنة. بعدين شفنا مومونوسكي يقول أنه شاف روجر. روجر دخل مع أودن مرة واحدة إلى وانو اللي هي رحلته هذه، فإذا هم مروا بزو وانو قبل رافتل أثناء الرحلة إلى رافتل. رافتل كانت النهاية التي قررها روجر،
لكي تجد الون بيس عشان تقدر تربط كل الاحداث. لان نرجع الحين الى شيء قاله ريلي قبل سنتين ومضات من الماضي، انهم وصلوا الى الحقيقة غير كاملة، وان انتم لو مشيتوا على نفس خطانا ممكن ما تستفيدون، لازم تمشون بخطاكم الخاصة. مما يأخذنا الى السؤال الثاني، من هو اللي اخر رحلة لوفي في البحر وليش؟ وشنو استفاد لوفي ايضا من تدريبه مع ريلي؟ ما شفنا القوة اللي احنا نبيها، يعني القوة اللي خرج بها بتدريب السنتين مع ملك الظلام ريلي ما فادته انه يتفوق على كيهوتي، ما فادته في تفوق على كاتاكوري، قدام البيج مام ما شفنا لها ذيك الفائدة، وايضا قدام كايدو. النقطة الاولى اللي لازم نجاوبها الحين ان ون بيس ليس انمي قتالي، هو انمي مغامرات وحبكة والغاز اكثر من كونه قتال، فاذا لن يكون التركيز فيه على رفع عوامل القوة اكثر من شيء اخر. لكن من هو اللي اخر رحلة لوفي؟ رحلة لوفي قبل السنتين كان مفروض انه يدخل العالم الجديد وثم يصل الى وانو زاو او ايا كانت الاماكن، لكن لما وصلوا الى زاو بعد السنتين تأخرت فيها رحلة اللي اخرها ريلي. ريلي هو اللي قال له لابد انك تقعد معي سنتين ادابك عشان لا يصير لك اللي صار من قبل، ولوفي وافق. ريلي ما اجبره، اعطاه الخيار ولوفي وافق. لوفي بعدها وصل الى زاو وبعدها وصل الى وان. ليش ريلي اخر رحلة لوفي؟ السبب اللي ظهر في الانمي منه قال بزيد من قوتك عشان تقدر تحمي طاقمك، لكن الحقيقة ان لوفي لو وصل الى وانو او زاو قبل السنتين بغض النظر عن القوة ولا كان سينتصر ولا لا، كان سيقتل، ليس لانه ضعيف بل لأنه ليس فتى النبوءة. ليه؟ نيجي ناخذ ومضات من اللي قاعد يصير الحين. توكي انقلت الأغماد ومومونسكي إلى اليوم والزمن الحالي اللي احنا عايشين فيه اللي هي سنتين من حرب المارين فورد. فلو لوفي انتقل إلى وانو قبل السنتين إذن كان بيوصل قبل لا يوصلون الأغماد، مما يعني إنه ما كان بيقابل لا مومونسكي لا كيمون لا كانجو ولا نيكوماموشي ولا إينوراشي، فإذا لن يستطيع الوصول إلى وانو، لن يفهم إيش اللي قاعد يصير في وانو، ما راح يشوف حتى البونيغليف الأحمر، وما كان بيوصل إلى زاو. وإذا وصل إلى زاو قبل السنتين بدال لا يساعد بيدو بيقتله بيدو. بيدو جالس لينتظر فتى النبوءة اللي قال روجر إنه بيجي في يوم محدد اللي هو فجر العالم، لأن بيدو قال حان وقت فجر العالم، حان وقت المنقذ الآن. فلو لوفي جاية قبل السنتين أنت لست المنقذ، أنت لست فتى النبوءة، فما كان بيودونا عند كنزهم اللي هو البونيغليف الأحمر، ما كانوا بيشرحون له كيف يوصل إلى الجزيرة الأخيرة. وهذا يأخذنا إلى كلمة قالها نيكوماموشي إن ريلي وكوكس ليش معلموكم من البداية عن البونيغليف الأحمر، وليش معلموكم إن الجزيرة الأخيرة في رحلة ليست رافتل بل جزيرة أخرى تجمع منها نقاط البونيغليف الأحمر عشان تظهر لك رافتل، ليش ما شرحوها لكم؟ قال لديهم حكمة لكن لم يكن الغرض انهم يكذبون عليكم. لا طبعا نيكوماموشي إينوراشي مبعرفين كل الاسرار اللي موجودة عند مثلا اودن وريلي، وهم ليش ما قالوا لكم كروكس وريلي عنها؟ الاول كروكس يوم قابل لوفي شاف في كل العلامات قبعة القش موجودة، الماما اللي جا منه اوكي، هذا اللي وهن عليه شانكس نعم هذا اللي وهن عليه شانكس وجي قال لنا، لكن شو المصيبة؟ مو بهذا هو الوقت، باقي سنتين على الوقت الماضي والموعود. فهو عطاه الدرب الحقيقي ولوفي اختار الدرب الأطول والأصعب طريق أرابستا. هنا كوكس قال هل يمكن أن يكون ذلك يا روجر وأن الأقدار قاعدة تأخذهم فعلا؟ كان يتساءل. شانكس لما شاف لوفي وهو صغر احنا شفنا أن كل القواصينة يقدر يتبنى طفل أثناء صغره ويخرج به في رحلته، شانكس ليش ما أخذ لوفي في رحلته؟ لأن لو أخذ لوفي في رحلته ووصل لوفي في ذاك الوقت لن يكون هو طفل النبوءة. طفل النبوءة بيجي بعد السنتين في الوقت الحالي، هذا هو وقت طفل النبوءة. فكل كان يؤخر رحلة لوفي، ولوفي كان يستطيع أن يعاند ويخرج، وكان يستطيع أن يسمع الكلام ويجلس، وكل مرة تأتي بارقة أن يأخر رحلته كان يقبل فيها. ليه؟ لأن الأقدار تأخذ إلى اليوم الموعود، هذا هو طفل النبوءة. فكوكس لو قال لهم عن البونيغليف الأحمر وعن الجزيرة اللي يجمعون منها النقاط اللي قبل رافتل يكون إذن أعطى الحقيقة لغير الشخص المطلوب،
أنا مهمتي أشرح لكم الشرح المبدئي شي اللي بيصير بعدين، هذا الشيء بيصير لما تصلون إلى وانو. أيضا ريلي أخر رحلة لوفي، ش درب عليه؟ درب على القدرات اللي بتفيده في الهكي الملكي وهكي التنبؤ، إنه يستمع إلى الأحجار، يستمع إلى زنيشا، ويتحكم بالأسلحة الأسطورية قدام. مش قتال، القتال أعطاه مبادئ القتال، شرح له مبادئ القتال اللي تخليه يصمد في العالم الجديد، لكن طور عنده القدرات اللي بتساعده على الاستماع، القدرات اللي بتساعده على التحكم. وبتشوفون هالشيء راح يظهر في حل ألغاز ممكن نشوفها في وانو أو بعد وانو لها علاقة بالهكي الملكي. ليه؟ نرجع الحين كومضات إلى كلام البيج مام. بيج مام قالت إن روجر سبقها. ليش؟ بقدرة السماع الغريبة. روجر كان يتحدث مع أحجار البونيغليف. أيضا هالكلام قال ريلي، تحدث معها. إذا هذا الشيء اللي ممكن ريلي يدرب عليه لوفي، لوفي لا يعلم. ليه؟ لأن ريلي ما راح يعطيك الإجابة الصريحة المباشرة، راح يشعل عندك المقومات وأنت لازم توصل لها بنفسك. لوفي رفض أن ريلي يعطيه الحقيقة في الأرخبيل، قال له ما أبي أعيش تجربة فارغة. فريلي قاعد يعطيه المقومات الأساسية لفتح الألغاز وليس إلى قوة القتال المباشر. هذا جزء من الأشياء اللي درب عليها ريلي لوفي. أخرها سنتين عشان لما يوصل بعد سنتين يجد الأغماد، يجد الكل. نيجي الحين إلى أمر آخر. خلال 20 سنة اللي قتل فيها كايدو أودن، ليش ما حد تدخل للانتقام؟ شانكس قال أنا ممكن أقبل أنك تسكب علي الشراب، ممكن أقبل أنك تسوي لي اللي تبي، لكن لن أقبل أنك تهين أحد أصدقائي. فكيف سكت شانكس على كايدو بعد ما قتل أودن اللي كان يعده من أعز أصدقائه؟ جاتنا الإجابة. يعني من قبل كنت أقول أنه ممكن أنا أضعف من كايدو، أنا كنت عاطفيا ضده، بس هذا المنطق اللي كان مطروح أمامي. جاتنا الإجابة من كلام أودن أيضا في الفلاش باك هذا، أنه قال شأن وانو خاص بالكوزوكي فقط، وأنه لا يحل إلا بعد أكثر من 20 سنة. يعني ما حد يتدخل في شؤون وانو إلا الكوزوكي والنبوءة اللي تتحقق بعد أكثر من 20 سنة. لكن أودن عشان يورث العزيمة هاي كان لازم يرجع إلى وانو، وقال هالشيء خاص بالكوزوكي فقط. ليه؟ نيجي إلى النقطة الثانية اللي نستفيد منها من كلام أودن. توكي، عندنا اسمين غريبين في ون بيس خرج مؤخرا، أم عند الجوسي، توكي في وان، أم قاعدة تنهي حقب زي حقبة أوهارا، وقالوا ما هي الحقبة التالية اللي تبين ننهيها الحين؟ يعني الحقبة الأولى كانت بأمر منك. أنا طبعا دائما أتكلم عن أم على أنها فتاة، لأن وجهة نظري أنها فتاة، وسويت عنها في الومضات أيضا حلقة. توكي عندها قدرة الانتقال عبر الزمن، فأنا وجهة نظري حقيقة العالم مربوطة بالكوزوكي ووانو بسبب توكي. اللي صار قبل فتى في القرن الغابر خلى وانو تتخذ القرار بإغلاق نفسها. وهنا أودي يقول ليس هذا هو الخيار الصحيح، لما عرف الحقيقة قال لا، القرار اللي خذوه غير صحيح، لازم أرجع وورث العزيمة وحص أن وانو تفتح حدودها عشان يتحقق هالشيء بعد أكثر من 20 سنة. ليش حدد 20 سنة؟ لأن الموضوع له علاقة بالزمن، وهذا اللي خلى توكي تنتقل. وأنا أعتقد أن توكي هي التي علمت الكوزوكي فن النقش على أحجار البونيغليف، وأن الكوزوكي قرر إغلاق وانو عشان لا حد يوصل لا للبونيغليف ولا إلى توكي. هذا في البداية، ومن ثم صار لا معتقد أنه خلاص لازم تتم وانو مغلقة. أنا لي نظرية ليش وانو أغلقت حدودها، بس قبل لازم نأخذ فلاش باكات أيضا ومضات. الأول عندنا أراباستا، عائلة نفرتري شاركت مع العوائل 21 في إسقاط دولة المزدهرة، لكن قررت أنها ما تعيش في جوسي وعادت إلى أراباستا وحكمتها بنفسها. عائلة كيهوتي شاركت مع العوائل 21 في إسقاط المملكة المزدهرة، لكنها قررت أنها يكونون من التين ويوبي اللي عايشين في ماريجو، وانتقلوا إلى ماريجو وسلمت الحكم إلى عائلة أخرى. فأنا أرى أن أيا كانت العائلة اللي في وانو وشاركت أو لم تشارك، بعد سقوط المملكة المزدهرة قرروا إغلاق وانو. فعندنا 3 خيارات لوانو. الأول أن العائلة الأسطورية اللي كانت حاكمة وانو، كانت قبل الكوزوكي في عائلة هي اللي حاكمة وانو مثل ما صار في عائلة كيهوتي، وانتقلت إلى ماريجوا وجو بعدهم الكوزوكي أخذوا حكم وانو
مثل ما صار مع عائلة كيهوتي، مثل الملك جد ريبيكا جاء بعدهم وهو مسك الحكم، فجاءوا الكوزوكي مسكوا الحكم، انتقلت العائلة الأولى إلى الجوسي. في الحالة هذه يكون هو اللي يشبه غاندي اللي مع الجوسي اللي دائما يمسك سيف ساموراي ويتعامل معه تعامل ساموراي، وهذا جو مكانه وقرر الإغلاق، لا توجع لي ولا أجيلك وابعد عني وخلني في حالي وأنا كاتم السر من بعدك. الخيار رقم 2 أنهم مثلهم مثل أراباستا الكوزوكي، شاركوا وكان عندهم سلاح مدمر. السلاح المدمر قبل 1000 عام هو زونيشا، وأنهم بعد ما أسقطوا المملكة المزدهرة رأوا أن اللي سووه هذا الجريمة، فزونيشا عاقب نفسه أو عوقب بالطوفان في البحر، وعائلة الكوزوكي عادت وأغلقت وانو على نفسها وفضلت تكون جزء من حكومة العالم، لأن كل العوائل كانوا من قبل مع المملكة المزدهرة بعدين قلبوا عليها. من هي العائلة الأساسية اللي كانت سبب في الانقلاب؟ أنا أرى أنها عائلة أم، وأنهم لهم علاقة بالدي، أيضا لهم علاقة وطيدة بالدي، وأنها أثارت تحالف ضد المملكة المزدهرة لإسقاطها وأخفيت أم، لأن مستحيل يكون قائد من الدي هو اللي ماسك. لكن لما ترجعون إلى قصص وأنميات راح تتفاجئون بوجود مثل هالشيء، إنه واحد من العائلة هذه قرر إسقاط العائلة هذه بس إخفاء نفسه وتسليم الحكم لغيره. توكي راحت مع الكوزوكي، فهذا الخيار الثاني اللي أنا أراه هو اللي صار، إن الكوزوكي عادت وأغلقت وانو وعاقبت زونيشا بالطوفان وما حيقدر يأمر زونيشا إلا أهم، وإن أودن يرى أن هذا الخيار غير صحيح ولا يمكن أن يكون هو الخيار الصحيح للي قاعد يصير الحين. أيضا من المقتطفات اللي نشوفها في الأحداث هذه هي السيوف، كيف خرجت السيوف من وانو؟ أحد الأشياء قالوها هنا أن قبل تقريبا نصف قرن خرجت عائلة أو هربت عوائل من وانو، وشفنا اسم شيموتسكي من بينها. شيموتسكي اسم قاطعة، وشيموتسكي اسم الدوجو اللي يتدرب فيه زورو في الأزق الشرقي. أودن سأل عن نجار سمه كان يصلح البار اللي كسروه العصابة، قالوا له منو هذا؟ قال هذا نجار. بعدين نفس صوت النجار خرجت في وانو، النجار اللي كان يدرب فرانكي، فسأل أودن شلون؟ نفس النجار قال ان هذا النجار له عائلة خرجت من وانو في سفينة، كان في سفينة خرجت من وانو قبل نصف قرن وكانت عائلة هذا النجار عليها، وان السفينة هذه راحت الأزق الشرقي. كذا نعرف كيف خرجت السيوف من وانو وانتشرت الى الخارج، وان انا ارى من وجهة نظري ان عائلة ريوما كانت من العوائل اللي خرجت من وانو، وان زورو من نسل ريوما، لان لما نرجع الى شكل ريوما اللي رسمه اودا في قصة قصيرة قبل ون بيس اسمها وانتد هو النسخة طبق الاصل من زورو، فانا ارى ان ريوما هو من أجداد زورو، عشان كذا سيف ريوما قبل أنه يكون تحت سيطرة زورو، لأن ريوما قال حق زورو السيف اختارك، ما قال أنت استحقه، قال السيف اختارك، لكن زورو ما قدر يرفع من قدرة السيف حق ريوما زي ما بنشوف بيسوي مع إنما وغيره، مع أن سيف ريوما يعتبر إله السيوف يوانو. ليش؟ لأن اللي كان يرفع قدرة السيف هذا كان جد، لكن اختار لأنه من نفس الدم. طيب الحين نجي إلى نقطة أخرى، هل سيتخلى زورو عن سيفه ويستعيض عنه بإنما، مع أن السيف سيف ريوما كان من إله السيوف يسمى؟ لا، أنا لي وجهة نظر أخرى، أن زورو حيكون مثل جامع السيوف اللي احنا شفناه على الجسر أو حامل السيوف، وأنه حيكون عنده أكثر من سيف لكن اللي يستخدمهم ثلاثة، وأنه سيتغير نمط قتاله مع نوع السيف، يعني بيحتاج قتال ناري بيستخدم إنما مع سيف آخر، بيحتاج قتال في قوة ملعونة راح يستخدم السيف الملعون مع سيف آخر. زورو لن يسلم سيوفه بل سيعتني فيها، لأنه راح يكون مثل تاشيغي. شفتوا تاشيغي لما قالت زورو في لوغ تاونها تبي تجمع كل السيوف وتحررها من القواصن الأشرار أو من الشياطين اللي مستولين عليها، اللي راح يحقق الأمنية هذه اللي تاشيغي هو زورو، راح يجمع أكثر من سيف ويوصل سيوف معينة إلى درجات معينة، يستخدم هالسيف بشكل متقارب في استخدامه للسيوف. لسه في حلقة ثانية عن ومضات السيوف هسويها لما أعرف أكثر عن السيوف، قاعد أربط خيوط في رأسي عن السيوف. هذه ومضات كانت عن وانو، ليش وانو مغلقة وليش الكوزوكي اختاروا إغلاق
ووانو، وان الحل اللي قالته توكي اللي علمتهم النقش على حجاب البونيغليف هو بعد 20 سنة، وان لوفي لو جاء قبل 20 سنة قتل ولم يحقق الهدف، وكان لابد من تأخير لوفي عشان يتعلم تقنيات خاصة للبونيغليف للسيطرة على الوحوش، السيطرة على الوحوش اللي طلبها الشيكي. ليش شيكي لما قال حق روجر سلمني سلاحك الأعظم، روجر رفض، دخل في قتال، هزم. فقرر شيكي وقتها ان الحل الافضل للسيطرة انه يجمع وحوش. كايدو لما جاء سيطر على وانو سوى له جيش من الوحوش، هذه ومضات من الماضي. اذا شفنا بعدين واحد من الوحوش الاسطورية زونيشا قدر لوفي يتكلم معاه. شفنا ايضا تحت البحر الوحوش الاسطورية ملوك البحر لوفي يقدر يسمعهم بس ما يقدر يأمرهم، وزنيشا سمع بس ما قدر يأمر لأنه لسه ما طور التقنيات اللي علمها إياها ريلي للتواصل معهم. فإذا قدرة روجر اللي هزم بها الكل، والقدرة اللي الكل يبي يقلده فيها مثل البيج مام تجمع جميع العراق عشان يصير عندها جيش من الوحوش، كايدو قاعد يجمع كل الوحوش، شيكي كان يبي يسوي جيش من الوحوش، ثلاثتهم كانوا في طاقم روكس الطاقم الأعظم قوة، وشافوا أن هذا الشيء اللي ناقصهم، العراق، المخلوقات، الوحوش. حتى مويا راح سوى له جيش من الزومبي عشان يتفوق على كايدو. إذن قدرة السيطرة على الوحوش والمخلوقات هي القدرة المطلوبة لملك القراصنة ليكون سلاح الأقوى. فهل هذه القدرة هي قدرة أورانوس؟ شفت الممضات وين توصل؟ قدرة أورانوس لا نعلم. وهل هي السفينة اللي عند لوفي اللي صممها فرانكي هي نسخة من بلوتن؟ ما راح أجاوبكم عليها الحين، انتظروا استكمال سلسلة الومضات، دعموا الحلقة هذه يعني على الأقل 20,000 لايك 30,000 لايك، ونبدأ في الحلقات اللي بعدها. ولا تنسون اشتراكك يوصلنا إلى القمة، لأن احنا لن نصل إلى القمة إلا بفضل الله سبحانه أول، ثم وجود أخوان مثلك هم اللي يوصلونا إلى القمة. فدعني يقولوا معي سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نسوا اشتراك في القناة، لايك وشير، وشوفكم على خير.